السلطه حشتها بطرف معين سعاد الباقي يا اخي السلطه حشتها بطرف معين ما يلزموش يكون اجنبي. تفضل انا بالنسبه ليك قلت لك حل توسي توسي مع السلطه مع الوزاره ما يقلقنيش. يقلقني كيف يولي الحل جايني من برا وعصاه ناكل فيها على راسي من برا وناس تتصرف فيك من برا كيما تحب هي. واعرف وين مش توجه لكورتك واعرف اني مش زيد تغرق لكورتك فوق ما هي غارته ومش زيد تعقد لكورتك فوق ما هي معقده اخوي. وبالتالي لا بد من ان يكون الحل تونسي ولو ادى الامر الى تدخل سيد الرئيس. سيد الرئيس هو عودنا في مداخلاته بحرصه على ان تكون السياده لتونس في كل القطاعات. يا سيد الرئيس قطاع الرياضة راهو قطاع سيادي زاد في تونس ولا بد من أن يكون الحل تونسي ويزيونا من التخبية وخبي الأوراق وما توريش سي واصف سي وجدي وريونا المراسلة متاع الفيفا خويا هبطوا وين عسيت خلنا نقراو خلنا نفهم يدينا من روسنا. ماهوش معقول أنه توصل الأمور بالشكل هذا. هو ديجا ثم ناس تم الاتصال بهم ديجا ثم اتصالات قاعدة تصير من هنا في تونس في فريق واتصالات من اطراف من الفيفا يحركوا فيهم الزوايز اللي نحكي لك فيهم على اساس انه ثم يبداو تتكون هالكوميتي دو نورماليزاسيون هذه بدات تتكون في الكواليس. ولكن راهي الفيفا ستترك مقترحات الوزاره شياني بن اللي قالوا لنا هي والوزاره في اطار تعاون وحكي الفيفا راهي تجي تسمعك وتقول لك تعاون وبعد تعمل في مخ داكوردو. وبالتالي ماذا بينا الحل يكون تونسي واللي عندنا في تونس ما يكفي من الشخصيات والإطارات اللي تجب تدخل. يا أخويا قلت حتى التحيين توا تجب تخرجونا بيان راهو تم تحيين بطاقة عدد ثلاثة ما ثم حد شيء يا أخويا تفضلوا عملوا انتخاباتكم فهم وتنعقد لجنة الاستئناف الثانية تنو طايح حكم السابق وحدها ولا سيزين دوفيس ولا تعملوا مكتب جامعة واللي هو دبر روسكم عملوا لنا حل توسي يرحم والديك.